نبدأ بالمحور الأول، لماذا الحوار رؤية تأصيلية شرعية، مع فضيلة الشيخ الدكتور فضل ابن عبد الله مراد، وإن شاء الله الذي سيحدثنا في نصف ساعة تماما بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع، ثم ننتقل إلى ضيفنا التالي بإذن الله تعالى، فلنكن جميعا مع الشيخ فضل مراد. لماذا التأصيل؟ التأصيل الشرعي في المسائل أو في هذه المسألة، لأن الناس من أهل اليمن هم أهل الإيمان وهم أهل دين، فيحبون أن يعرفوا حكم الله في ذلك ونصوص شريعتهم الشاملة الكاملة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أي لا تطرح المقترح على الله ورسوله، أو تنفذ العملية بكاملها ثم تبحث لها عن مبررات شرعية. هذا أسلوب فيه نوع من الإسفاف بالشرع والتقدم، يعني أن تجعل كلامك مقدما على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. سألني أحد الإخوة مرة، قال: هل يجوز أن أقول أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الكمبيوتر؟ فقلت له: هذا إن لم يكن سخرية وعدم تعظيم فما هو؟ جعلته كأي فرد تمازحه وتتكلم معه، لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. واستدللنا بهذه الآية على منع جعل القرآن والسنة نغمة تلفونية، لأنه يصبح مقام من المقامات التخاطبية العادية، كأنه ليست فيه تلك القدسية والإجلال والنصوصية العظيمة. ونبهنا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى مسائل دقيقة جدا، منها مسألة الذبح مثلا، وهي مسألة تسمى عند الفقهاء فروعية ليست من الأصول. يعني لما أنزل حكم الذبائح والتفاصيل الأطعمة، قال المشركون: كيف تأكلون ما تذبحونه أنتم ولا تأكلون ما ذبحه الله لكم؟ فالميتة مذبوحة من عند الله، قد ماتت. جدال، شوف، وما حكات. فإيش قال الله؟ إذا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم في مسألة في هذه المسألة إنكم لمشركون. الله 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 الله، لو أطعناهم في هذه المسألة وقلنا: إذن كلامكم صح وجدالكم مع هذا العميق في مسألة ذبح، لو أطعناهم وغيرنا وضعنا نص قانوني أو دستوري أو رأي أو شيء يقول: الميتة إذا ماتت حتف أنفها فهي مباحة، فهنا شرك
ويقول الله سبحانه وتعالى للصحابة وعلى عظيم جهادهم وطاعتهم لله والرسول، كيف بالمجعجعين والمساكين والذين هم على شفا جرف؟ يقول الله للصحابة وإن أطعتموهم في مسألة في هذه المسألة الفروعية إنكم لمشركون. كيف بالمسائل الكبار؟ إذن أيها الإخوة، لابد من النظر في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوار انبثق عن بالنسبة لنازلتنا هذه ولمسألتنا هذه عن مبادرة كيفناها في حينها، حينما التزم بها الناس ووقعوا عليها، أنها من باب العقود والمواثيق ومن باب الاتفاقيات اللازمة التي يجب الوفاء بها. فإذا عاهدت أو اتفقت أو وعدت ودخل الوعد في عقد، فإنه يجب عليك الإيفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله سبحانه وتعالى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أننا حينما ننقض الاتفاقيات معللين بعلل نفسية أو سياسية أو مصلحية أو منفعية لنقض ما اتفقنا عليه، فإننا حينئذ ننحرف. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وكانت امرأة تغزل حتى إذا أتمت نقضت وكانت مصابة بالجنون، فقال: لا تكونوا كهذه الحمقاء التي تبرم الغزل ثم تنكثه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كيف تصنعون ذلك؟ قال: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني للدخلة وللخرجة، فتجعلونها نافذة للابتزاز، نافذة للتقاسم، نافذة للمصلحة، نافذة لمحورة أموركم الشخصية لما اتفقتم عليه، نافذة للتعذر أمام الناس بأنكم قد التزمتم وأنكم قد وقعتم وأنتم في الحقيقة مخالفون لذلك. فلذلك قال الله: انتبهوا، تنبهوا أن تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. كيف أن تكون أمة أربى من أمة؟ نحن نبحث عن النمو، نحن نبحث كيف نكون أكبر من الطرف الآخر. كيف تكون أمة أربى من أمة؟ يعني تكون أعظم وأكثر وتكون أقوى. كيف نبحث عن القوة، عن الجهوية، عن الطمع السياسي، عن الكراسي بكثرة، عن التعيينات بكثرة، عن المال والصفقات والتجارات بكثرة؟ أن تكون أمة أربى من أمة، فتدخلون للمسائل المحرمة بواسطة اتفاقية أو عهد تبرمونها، فتنبهوا. هنا يقول الله لنا هذا القول العظيم وهذا القول الخطير: أن تكون أمة أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، فهو ابتلاء بالمواثيق والاتفاقيات. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، لأنه قد لا تتضح الحقائق في الدنيا، لا تتضح الحقائق في الدنيا، لأن المحكمة النهائية التي لا مرد لها ولا شفاعات ولا ضمانات ولا محاماة هي محكمة التي يقيمها الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أكد بعد ذلك، قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. طيب لو اتخذناها دخلا يعني للدخلة والخرجة، قلنا للنفاق والدخول والخروج في المسائل كالتصريح، يعني انت تأخذ المسألة كالتصريح للمصلحة وللهبر وللابتزاز وللفساد في الأرض، لا، المسألة ليست هكذا. قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. شوف كيف العقوبة الأخرى، تزل قدم بعد ثبوتها. إذا نقضتم الاتفاقيات والعهود والمواثيق أو المبادرات التي توافقتم عليها مهما كانت ومهما كان عليها من طرف من تحفظات، فهنا يقول: تزل قدم بعد ثبوتها. فإذا كنت على ثبات وعلى خير وعلى حق تزل قدمك، لأنك احتلت وتحيلت وتعاملت بسياسة اللف والدوران التي يطلق عليها سياسة وهي نخاسة في الحقيقة،
وفي المصطلح الشرعي نفاق ومرض. ثم قال وتذوق السوء. ما هو كيف نذوق السوء؟ يعني إذا فشلت هذه الأمور وفشلت المعاهدات والاتفاقيات ستكون هناك كوارث من الله عز وجل. تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ثم قال ما عندكم ينفذ ما عند الله باق. كفى ارتزاقا، كفى رشوات، كفى ارتهانات للوطن، كفى قبض لرواتب من دول تعرفونها. كفى حتى تمشوا السياسات الخاطئة أو تضغطوا بورقة أو بأخرى. هذا من اجتثاث المعاني والمقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهذه المبادرة ملزمة، وكان من فروعها هذا المؤتمر الذي نتمنى أن ينجح. ونتمنى على هذا المؤتمر أن يحمي حق الربوبية، وأن يحمي حق الشعب، وأن يبدأ بالضرورات المعيشية، وأن يعالج أصل المشاكل والمشاغل التي يعانيها الناس، لا مجرد الحضور وقبض أجرة الجلسة سواء كانت جلسة رسمية أو استثنائية، والانصراف الذي يبيت هذه التبييتات الخاطئة أو فإنه لا يصل إلى حلول صحيحة. ولذلك حتى الاختيارات لأعضاء الحوار نحن نقول ما مضى فهو بإذن الله عز وجل يكون فيه الخير، لكن كانت هناك إجراءات كثير فيها الكثير من الخطأ. الاختيارات الصحيحة أن لا تكون هذه الأمور تحت شعار هذا يتيم، هذا يرحم الله، هذا مسكين دخلوه لأنه يصلح وضعه، أو هذا من حزب كذا، أو هذا من عائلة كذا، أو هذا، فتصبح المسألة تحت هذه الشعارات الجوفاء. لا مسألة أن هذا سيقدم ويطرح للبلاد الحلول الصحيحة. ولذلك غيب كثير من الثوار، وهم مع ذلك صبروا وتجاوزوا. الذين نزلنا وأنا أعرفهم بأشخاصهم، الذين نزلوا الساحات قبل الخيام وقبل المنصة، إلى أن وحملوا مشروع الثورة السلمية، ثم جاءت المبادرة وباركوها حتى لا يكون هناك انحراف بالوطن إلى مأزق خطير، وباركوا كل الخطوات رغم ما عانوه من الإقصاءات، ورغم ما عانوه من التهميش، ورغم فوجئوا بالقوائم الأخيرة التي خرجت. وكان بعض الأحزاب قد استنكر وقال نستنكر هذه الأمور. طبعا والاستنكار إذا كان خارج الوقت فهو مثل الصلاة خارج الوقت باطلة. كانت ستستنكر في وقتها وأنتم مطلعون على الدواخل الأمور، لأن كثيرا من الناس يظن أن هذا من باب الاستغفال. فعلى كل، مع هذا كله الأمور تمضي، والمسألة أصبحت من عزائم الأمور ومن الأمور التي قضت بها الجماعة والسواد الأعظم، وما حق ما دام أنها ستحقق المصلحة للناس. لكننا نقول كذلك، سمعت من أحد أمناء الأحزاب أو النائب الثاني وما لا أذكر، بس أعرفه لا داعي لذكر اسمه، وهو يقول نريد دولة مدنية حديثة لا دينية، لكنها لا تعد الدين. فإن كان يقول هذا في بلد مسلم فهذا أبعد له من عين الشمس. لا يمكن أن نتكلم بهذه العبارات إذا أردنا صلحا، وإذا أردنا أن نحقق شيء في هذه البلاد. الشرع والكتاب والسنة لا نقاش حوله، وهذه الأصول لا مفاوضة حولها. هذه خط أحمر عند جميع أهل اليمن، ولن نأذن لأحد،
ومهما بلغ في رتبته أو مركزه أو قوته، سواء كانت الدول العاشرة أو العشرين أو المنظمات الدولية أو الراعية أو المراقبة أو السفراء أو السفارات، لن نأذن أو نسمح لأحد بأن يمارس حق الربوبية أو أن يمس الحق في حق الله سبحانه وتعالى في التشريع. فإننا نسمع كثيرا من المنادى بحقوق الإنسان التي رعاها الله سبحانه وتعالى وأمر بها، ولم ترعها منظمات ولا دول كما رعاها الله، ولا نسمع بالمنادى بحقوق خالق الإنسان. فكما أن للإنسان حقوق، هناك حقوق لخالق الإنسان. وهذه الأمور التي وقع عليها أو يريدون إمرارها، رأيت في شريط إحدى القنوات المحلية والثورية استنكار جمعية علماء اليمن على نوع من هذه الاتفاقيات. هناك اتفاقيات ستطبع في المناهج، وأنا ما تأكدت حتى رأيت استنكار جمعية علماء اليمن تستنكر أن ينزل أمور مناقضة في المناهج وفي المطبوعات لقواطع الشرع. وهذا الذي يراد أن ينزل في المناهج أو يوضع في لوائح أو يقع عليه بأسماء لهاطين وأكلت سحت وأكلت زقوم، هؤلاء أصلا ماذا؟ هذه الاتفاقية أصلا قد عرضت على الأزهر ورفضها الأزهر، التي تسمى في عن المرأة أو الجندر وما أدري، فيها أمور تناقض الشرع الذي لا يقتنع بقول الله في حكم ذبيحة فهو مشرك، يقول الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي لا يقتنع على الله، الذي لا يقتنع بحكم الله في جميع مسائله فهو على خطر عظيم. رد الأزهر رفض التوقيع عليها. جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل 4 أيام متحدثها الرسمي يرفض هذه الاتفاقية ويقول هي مناقضة للشرع، وكذلك رفضها الاتحاد العالمي ورفضها قديما علماء اليمن والآن جمعية علماء اليمن. فمن الذي يريد أن يمرر لنا هذا؟ من الذي يريد أن يمرر هذا من الألغام التي تريد أن تزرع، يراد أن تزرع فتنة بين الناس، لأنهم سيقولون كيف نصنع الخلاف؟ كيف؟ لا ندري إلا وشخص يتكلم بهذا الكلام أو يستفز المشاعر. فإذا الحوار يجب أن يكون وطنياً، أن يكون تحت سقف الشريعة وسقف الوحدة الوطنية، لا أن يكون مقاضاة للأغراض أو للمراضاة للبعض أو استفزاز أو فتنة. ولذلك أنصح وقد نصحت في عمودي في أخبار اليوم في 40 نقطة لإنجاح الحوار، منها أن لا تكون هناك ألفاظ تؤدي إلى الفتنة واستفزاز الآخر، فإنها من الأمور، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. علينا كذلك أنصح خطباء المساجد بكثرة الدعاء للمتحاورين ولإنجاح الحوار، ادعوا، فإن هذا الأمر من النوازل، ادعوا في خطب الجمعة لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب في خلال هذه 6 أشهر. وأنصح بإقامة ورش للخبراء وإقامة لجنة لاستقبال الأوراق الذين عندهم مظلوميات أو شكاوى ثم تلخصها للمؤتمر. وأنصح الكتاب وأنصح كذلك الإعلاميين أن يقولوا بحيادية وبإنصاف وبحرفية وبمهنية، بعيداً عن إثارة الفتنة وعن تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها أو انتهاك حقوق وحريات الآخرين بإهانتهم. والإسلام ما جاء إلا لحفظ الأعراض وصيانتها. وأدعو الكل للسداد والمباركة، فإن رأينا خطأً قدمنا المقترحات وقدمنا الحلول وأعذرنا، وإن رأينا صواباً سددنا وباركنا. وأدعو الخبراء للكتابة حول مواضيع الحوار وتقديمها كأوراق للحوار، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور فضل بن عبد الله مراد على هذه التعريجة الدقيقة والمختصرة حول موضوع التأصيل الشرعي للحوار، والذي عرج من خلاله إلى على ثلاث نقاط أساسية. كانت النقطة الأولى أن المبادرة والآلية التنفيذية لها نوع من أنواع العقود والاتفاقيات التي يجب الوفاء بها، وكانت النقطة الثانية أن الحوار جزء من هذه الاتفاقية ولا بد من العمل على إنجاحه والتعاون على ذلك، وعرج في النقطة الأخيرة على أن مخرجات هذا التحاور محكوم بعدم مخالفته لشرع الله تعالى، فإذا أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو بلا شك مرفوض من أبناء الشعب اليمني المسلم. إلى المحور الثاني مع الأستاذ ياسين هزاع وكيل يونس هزاع وكيل وزارة الإعلام، وحول موضوع الحوار من رؤية سياسية، ومعه أيضا 30 دقيقة كحد أعلى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإخواتي أخواني وأبنائي الحاضرون جميعا، الحديث عن الحوار في اليمن هو حديث المستقبل، لأنه يرتبط بتحديات كبيرة تقف أمام الشعب اليمني، ابتداء من توقيع اتفاقية أو مبادرة الخليجية في 21 فبراير التي نصت على نقل السلطة، وهي ترتبط بمسيرة التغيير التي تعيشها اليمن وبالجهود الشباب وتضحياتهم ومختلف القوى الوطنية من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة. هذا الحوار، عندما نجيب على سؤال لماذا الحوار، الحوار ليس الآن لم يعد حاجة ولكنه أصبح ضرورة وطنية، وكما قال الشيخ الدكتور هو أيضا التزام سياسي انطلاقا من المبادرة التي وقعت عليها الأطراف السياسية الممثلة في الأحزاب السياسية اليمنية، المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتجمع اليمني للإصلاح وهو اللقاء المشترك وشركائه وبقيادة التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى أن هناك شراكة لجميع منظمات المجتمع المدني واشتراط في المبادرة نفسها بإشراك القطاع النسائي من قبل مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن قوام الذي يمثلهم أو حصتهم. كذلك نصت المبادرة على أهمية إشراك الشباب باعتبارهم الفئة الفاعلة في المجتمع والفئة التي سوف تحدد مسيرة التغيير التي ينشدها اليمنيون ابتداء من خلال تطلعاتهم. المبادرة الخليجية تحظى بمباركة دولية ودعم إقليمي كبير بالنسبة للدول الخليج والدول المحيطة باليمن، وكما قلت بأن المؤتمر الحوار الوطني الفئات المشاركة فيه إلى جانب الشباب والمرأة أيضا هناك الحراك الجنوبي، ومثلت هذه كلها وفقا لمعايير اتفقت عليها اللجنة التحضيرية التي سميت باللجنة الفنية، والتي انتهت مهمتها كلجنة فنية تحضيرية بانعقاد أو بافتتاح المؤتمر الحوار الوطني بالأمس في 18 من مارس الجاري. سوف نتحدث هنا عن دورنا نحن كمثقفين، كقيادات سياسية، وأيضا كعلماء دين. دورنا أن ندعم هذا الحوار باعتبار أهميته للخروج من الأزمة القائمة وتداعياتها التي أثقلت كأهل المواطن اليمني على مدى سنتين. هذه التداعيات لا يمكن أن ننتصر في النهوض بمهام المرحلة ما لم يكن هناك تكاتف ودعم شعبي للحوار الوطني. مسألة شكل الدولة اليمنية التي نريد، الدستور الذي نطمح إليه، إصلاح القضاء، إصلاح جهاز الخدمة المدنية، كل هذه مشاكل لن يتم حلها إلا عن طريق الحوار. موضوع شكل الدولة أو صياغتها ليس هناك خلاف
بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ونحن سمعنا بالأمس الرئيس عبد الرب منصور يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي الأساس، وليس هناك خلاف ما بين المتحورين اليمنيين لأن لا أقليات دينية في اليمن، هناك طائفة يهودية لا تتجاوز 300 شخص، نحن نحترم حقوقهم وواجباتهم كمواطنين يمنيين، ولكن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وهي تضمن أيضا الوحيد الذي تضمن الحقوق لكل يمني ولكل أيضا أجنبي في اليمن باعتبارها شريعة الله ولا يمكن الحياد عنها. ولا أعتقد أن أحدا من المشاركين في هذا المؤتمر يرضى أن يكون هناك بديل آخر للشريعة الإسلامية. موضوع الدولة المدنية الحديثة، هناك عدة صياغات مطروحة أو تناقش الآن على مستوى أجهزة الإعلام أو على مستوى الأحزاب، هناك بدائل تطرح، البعض يطرح دولة فيدرالية اتحادية تتكون من عدة أقاليم، وهناك من يقول أن هناك عدة خيارات بالنسبة للدولة الاتحادية نفسها، البعض يقول يريد أن يكون إقليمين، وهذا الذي يطرح هذا الرأي هو يبحث عن الانفصال الشمال عن الجنوب وما يسمى بفك الارتباط، أو ينظر إلى هذا البديل لمجرد أنه مرحلة في مراحل فك الارتباط. هناك مطروح خيارات أخرى أن يكون أكثر من إقليمين، 6 أقاليم 7 أقاليم، كل الخيارات مطروحة أمام مؤتمر الحوار. ما يميز هذا الحوار عن غيره من الحوارات السابقة التي تحاور فيها اليمنيين سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها أو أثناء الانتخابات النيابية، أن هذا الحوار يتم لأول مرة بعد تسوية الملعب، أي أن هناك تكافؤ إلى حد ما ما بين القوى السياسية، لا يوجد حزب يضغط على حزب آخر، رغم أن هناك انقسام في القوات المسلحة حتى الآن، ولكن هذا الانقسام أنا أعتقد أنه سوف يخدم أيضا العملية السياسية بما يؤدي إلى التوازن والخروج برؤى سياسية وطنية تخدم اليمن الحديث. نحن ليس أمامنا إلا أن نتفاعل، وفي نفس الوقت أن نتفاعل مع هذا المؤتمر. الذين هم في المؤتمر ليسوا كلهم الشعب اليمني، هم 565 مشارك، لكن الشعب 25 مليون، ونحن بفعاليتنا يمكن أن ندعم التوجهات التي تخدم اليمن والتي تؤكد حرصنا على شريعتنا وعلى قيمنا وعاداتنا وأعرافنا. نحن لا يمكن أن أو أي يمني لا يمكن أن يوافق أن يكون هناك أن يعيش خارج القيم الإسلامية أو في مجتمع منحل من القيم. كل مرجعيات الأساسية هي الإسلام شريعة وعقيدة، وهذا الموضوع يجب أن نطمئن عليه، وفي نفس الوقت نحرص على الاستمرار في التأكيد عليه. موضوع مهم جدا سوف يتطرق إليه الحوار وهو قانون الانتخابات. هناك عدة بدائل مطروحة، البعض يطرح بأن النظام الانتخابي القائم لا يحقق العدالة، بعض الأحزاب تعتقد أن الانتقال إلى نظام القائمة النسبية أو نزول كل حزب أو تكتل سياسي من خلال قائمة هذا يوفر توازن أكثر وعدالة أكبر. ولعلكم أيضا تتابعون مثل هذه الأخبار من خلال وسائل الإعلام. وأيضا هناك الخيار المعمول به حاليا وهو ما يسمى بخيار الدائرة الفردية أو ما يسمى في النظام الانتخابي الفائز الأول. كل هذه الخيارات مطروحة للنقاش، وهذا المؤتمر أيضا ما يميزه أنه سقف مفتوح على كل القضايا إلا قضية واحدة، هي قضية الشريعة الإسلامية التي هي مؤكد أنها المصدر الوحيد للتشريع. كما طرح الشيخ هناك قضايا تتعلق غير مطروحة، موضوع الجندر كما أعرف في مؤتمر الحوار، هناك اهتمام دولي من الدول الأوروبية بموضوع مهم جدا هو إشراك المرأة في جميع المجالات، في مجالات السياسية كمرشحة وناخبة، وفي مجال صنع القرار على مستوى الدول والمجتمع. طبعا هذه مهما كانت الاتفاقيات والقرارات لا يمكن أن تتنفذ إلا من خلال تغيير وتطور في وعي المجتمع نفسه وفي دور المرأة نفسها. لا يمكن أن يأتي أحد ليفرض على اليمنيين أن نطلع وزيرة لأنه يريد فقط وزيرة. في الإسلام لا يوجد ما يمنع من الاهتمام بالمرأة ومن احترام حقوقها، وبالتالي فهي قد كان لها دور كبير سواء في أيام الفتوحات أو في أيام في بداية الدولة الإسلامية، فكانت هي القائدة والرائدة، ونحن لا يمكن أن ننتقص من دور النساء. هذا جانب. الجانب الآخر في قضايا مهمة وهي إصلاح القضاء.
إصلاح القضاء من المهام المهمة جدا على مؤتمر الحوار الوطني، بحكم ما نلاحظ أن هناك كثير من اليمنيين يعانون من مشكلات التطويل في القضايا والعرقلة، والتي ليس هي كلها بسبب فساد القاضي، أحيانا يكون السبب في شكل القوانين التي أصبحت أحيانا متخلفة عن الواقع. يعني أصبح في تطور المجتمع في انخراط اليمن في المجتمع الدولي على مستوى العولمة وعلى مستوى الحكومة الإلكترونية، وبالتالي أصبح من المهم جدا تحديث المنظومة القانونية للقضاء، وأيضا القضاء أنفسهم يتقوا الله في الشعب وفي الناس ويفصلوا في القضايا بشكل سريع، وهذا هو المهم من القضاء. دور الإعلام دور مهم وأساسي في هذا الموضوع من خلال عدة اتجاهات. أولا تهدئة المجتمع، الشيء الثاني الشفافية والنقل المباشر لأعمال وجلسات مؤتمر الحوار الوطني، بحيث كل الناس يكونوا على بينة وكل واحد يرى من هو يمثله، سواء قائده في الحزب أو ممثله على مستوى النقابة والمنظمات الجماهيرية أو على مستوى أنه شيخ أو قائد سياسي أو عالم من علماء الدين أو من علماء التكنولوجيا وغير ذلك. المؤتمر بقوامه يمثل توليفة من مختلف الفعاليات، وفيه ما يساوي ثلثين منهم يحملون شهادات عالية على مستوى دكتوراه بكالوريوس ماجستير، وبالتالي هذا يطمننا كثيرا بأنه سوف يكون هناك نتائج إيجابية، وأنتم سوف تلاحظون من خلال النقل المباشر لفعالية هذا المؤتمر ماذا يتم بالضبط، وأنتم بالذات سوف تتمكنوا من معرفة من يمثلونكم في هذا المؤتمر بشكل حقيقي، وتتابعونهم هل هم يمثلونكم إيجابيا أم سلبيا، وعندها سوف يتحرك الشارع في الطريق الذي يخدم اليمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ يونس هزاع وكيل وزارة الإعلام، الذي عرج على بالمجمل على ال 12 نقطة أو معظم ال 12 نقطة المطروحة على طاولة الحوار، سواء القضية الجنوبية أو قضية الدستور أو نظام الحكم في اليمن أو أيضا كذلك القضايا التي فيها إشكاليات، من ضمنها قضية صعدة وقضية المرأة وقضية القضاء وكذلك الجيش. هذه مجمل القضايا التي ستدرس وسيتم نقاشها في الحوار. الحوار إن لم يكن لأصحاب الوجهات المختلفة لما أفاد الحوار، كان الحوار لأن كل واحد يحمل رؤية وكل واحد يحمل منظور، فكان هذا الحوار إن شاء الله سبحانه وتعالى نحن نتمنى أن يخرج بما فيه صلاح البلد وفيما يرضي الله عز وجل. نحن سنجيب على أسئلتكم أيها الأحبة. طيب، السؤال الأول لفضيلة الشيخ فضل بن عبد الله مراد يقول: هل المطلوب من المتحاورين أن يتحاوروا ابتداء تحت سقف الشريعة، أم أن يجعلوا الشريعة حكم لمخرجات الحوار؟ يعني هل ابتداء الشريعة لا يجوز التحاور إلا تحت سقفها، أم أن الشريعة هي حكم للمخرجات؟ طبعا السؤال من أساسه يبعث على الاستغراب، وكأننا في بلاد علمانية أن المتحاورين سيدخلون يعني بلادين، ونحتاج أن نؤصل لهم ونضع لهم هذه القاعدة. هو يجب عليه أن يلتزم في سائر شؤونه وحواراته بدينه، كلهم مسلمون، فيتخذونها مرجعا ومخرجا ومدخلا في سائر الحوارات. إذا وجد أمر من الأمور يحتاج إلى الأمر الشرعي، لأن الأصل الإباحة، الدين لم يضيق على الناس، فالأصل في الأشياء الإباحة. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض من إمكانات ومن وسائل ومن، والمحرمات محصورة والقطعيات محصورة والمصالح مفتوحة. فالسؤال من أصله
هذا جوابه. المصدر الوحيد معناه لا يمكن أن نضع قانونا أو مادة دستورية أو لائحة تنظم أمرا من الأمور تخالف جزئية أو كلية في الشرع، بل الشريعة تهيمن على كل الدساتير والقوانين المنبثقة عنه وجميع الأنظمة واللوائح. لكن لو قلنا المصدر الرئيسي سيكون هناك ما هو بجانبها من التشريعات، وهذا هو الخطأ. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا قال حكمت عليهم بهذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وأخيرا، المبادرة أصبحت من العقود الذي يجب الوفاء بها وقد تعارضت مع حقوق أولياء الدم والشهداء، فكيف نستطيع كيف نسقط حقهم بما لم يكونوا طرفا فيه؟ وشكرا. تكلمنا. شكرا جزيلا. الحقيقة موضوع الثوار موضوع مهم، وهناك يفترض انه في قانون اسمه قانون العدالة الانتقالية. هذا القانون هو الهدف منه فتح صفحة جديدة بين اليمنيين كلهم، ويقوم ايضا على رضا الاطراف أولياء الدم، ويقوم على أن الدولة تجبر بخاطرهم عين أنها تتولى أو تتحمل التبعات سواء المادية أو المعنوية لهذا اللي حصل القتل. طبعا في تطبيقة القانون هذا في بعض الدول تمت مسألة التحاور، هل هم قتلاء أم غير قتلاء، حتى الآن لم يصدر يعني حكم قضائي ضد فلان من الناس أنه هذا قتل، يعني حتى تصدر الأحكام وهذه المفروض القضية يتحملها. لا أعتقد أن أحد سوف يتردد عن تنفيذ أحكام القضاء وفقا للشريعة الإسلامية. القول محسوب للثورة أو الذي يريد أن ينسحب من المؤتمر بحكم لعدة مبررات، هذا من حقه أن ينسحب من المؤتمر أيا كانت المبررات التي يطرحها، فهو ليس الحوار ملزم أنه يشارك كل الناس فيه، ولكن في الأخير يجب أن يكون هناك التزام بالضوابط واللوائح التي عملت لهذا المؤتمر والأهداف التي تضمنت المبادرة الخليجية من وآليتها التنفيذية من انعقاد هذا المؤتمر. أيضا من ضمن الحوار سيتم أيضا الحوار حول هذا الموضوع داخل المؤتمر نفسه، ضمن أو موضوع الحوار كيف نتحاور، ضوابط الحوار هذا أيضا ستخضع الحوار في أعتقد في الجلسات بداية الجلسات الأولى. وأيضا هناك لجنة ستكون لتفسير أي اختلافات حول الآلية التنفيذية والمضامين التي وردت فيها. تفضل شيخ. طبعاً من أهم الدوافع للحوار هي المصالحة الوطنية، وإيجاد الأمن والاستقرار للناس. وكان هناك مشاكل في البلاد كثيرة جداً، ومن فيها قتل، وفيها سفك للدماء، وفيها خوف وتروع الآمنين، وفيها قطع الطريق، وفيها مشاكل كثيرة. ولذلك في الحوار كان بين مجموعة كبيرة من القوى التي حصل فيها منها ما هو من هذه المشاكل، ومنها ما مشاكلهم اقتصادية،
ومنها مشاكل سياسية ومنها مشاكل أمنية. صعد الجنوب مشكلة المشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية، حصل فيها كثير من الأمور التي تسألون عنها من القاتل ومن كذا. فأنت تريد أن تصلح بين الناس الآن، ومن ضمن ما حصل من القاتل قتل الثوار، فهذا نوع من الأنواع، والثوار هم لهم ما يمثلهم، جهة تمثلهم في الحوار. فإذا كنت أن تحكم على هؤلاء مثلا بعد أن قضيت وحكمت بأنهم قد ثبتت عليهم التهمة، هناك قضايا أخرى غير هذه القضية، وفيها قتل وفيها دماء. والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قد اقتتلوا سماهم مؤمنين وقد اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأنا أرى أن هذا الحوار هو من باب الصلح حتى لو كان حصل فيها. لكن الحقوق الشخصية يجب أن توضع لها المعالجات الحكيمة، لأنه من الظلم، حقوق شخصية، حقوق أولياء الدم، لأنه من الظلم، والظلم لا يرضاه الله. لذلك فعلى الحوار الوطني أن يوجد حلا لهذه المشكلة. طيب، إذا رفض أحد الأطراف تنفيذ الاتفاق النهائي للحوار ماذا سيكون الحل؟ طبعا في المؤتمر هذا ما فيش قوانين بالأغلبية زي ما هو في مجلس النواب أو في أي هيئة من هيئات الدولة. في شيء اسمه التوافق، يعني ممكن 20 عضو يعطلوا أي قرار، وبالتالي يجب أن يكون في توافق بين الأطراف المختلفة، ولهذا أعطي مساحة زمنية طويلة حتى يكون هناك في فرصة للتحاور والتشاور للوصول إلى ممكن ما هو ممكن التوافق عليه. وبعد ذلك سيكون هناك في تدخل أيضا من الدول الراعية حتى الأمور تمشي، ليس تدخل في اتجاه يخل بسيادة اليمن، ولكن في الاتجاه الإيجابي الذي يؤدي إلى إنهاء الحوار بشكل جيد، وفي نفس الوقت تحت ضغط المدة الزمنية والبرنامج الزمني لهذا الحوار، لأن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية هناك محدد متى سيكون استكمال موضوع إصلاح القضاء، القوانين، الدستور، متى سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يجب أن ينتهي العمل في موضوع المنظومة المتعلقة بشكل الدولة وشكل النظام الانتخابي وشكل النظام السياسي خلال الفترة هذه، وليس هناك قوة تحاول أن تلزم غير ذلك. يعني شكرا للشيخ فضل مراد. السؤال: هناك من يقول أن الدستور سيضعه خبراء الاتحاد الأوروبي، فرنسا بالتحديد، فهل هذا يجوز ونحن مسلمون ونحن أعرف بديننا وحاجتنا منهم؟ السؤال للشيخ فضل. المصريون لما وضعوا الدستور تابعت كثيرا من كلامهم ومن حواراتهم ومناظراتهم، كانت الحوارات تبث في القنوات الفضائية بالمباشرة، وفيه من القانونيين ومن السياسيين، رفضوا رفضا باتا أي تدخل من أي قوة خارجية، لأن هذا وضع داخلي يعالج الأمور الداخلية للبلاد، ويعالج ويؤصل لأخطر ولأهم منظومة أحكام في البلاد، إذن يجب أن لا تدخل فيها أحد. ربما يستعان بأناس في أمور إجرائية وإدارية، وهذا لا مانع منه، لكن أن يملي علي كيف أضع، فهذا هو الخطأ. ولليمنيين تجربة في وضع الدستور، فهم ليسوا دولة متخلفة وليسوا بدائي يعني في هذا الباب، وليسوا من البدائيين، بل هم أهل الحكمة والإيمان، وفيهم فقهاء الدستور وفقهاء الشريعة وفيهم القانونيون وفيهم السياسيون. فنحن سنكتفي بهم وسنخرج بإن شاء الله بدستور حكيم يرضي الله ويرضي الشعب.